دخن الفاصوليا الخضراء كتير منكم ممكن انهم ما يكونوا تحبوها، بس اذا جربتوا طريقتي انا بوعدكم انكم راح تحبوها. فاذا جاهزين خلينا نبلش. فاول اشي بطنجرة وعلى حرارة عالية متوسطة منضيف الزيت النباتي ومنقلب فيه البصل المفروم الناعم، تقريبا هياخد معكم من دقيقتين لثلاثة، وبوزع عليه رشة من الملح والفلفل الاسود والبهارات اللي مشكلة. وبعدين بنوزع التومة وبكون مقطعتها لشرحات ارفيع، وبرجع بقلب تقريبا لمدة دقيقة او دقيقتين او لغاية ما تطلع ريحتها. بعد هيك راح نضيف معجون البندورة ومنقليه. ضروري كتير انكم تقلوا معجون البندورة، كتير راح تفرق معكم بالطعمة. وهلأ منضيف الفاصوليا الخضراء بعد ما نكون غسلناها وصفناها من المية، ومنقلبها شوية لتتقلى. بعدين رح نوطي الحرارة للواطي ومنغطيها ومنتركها تقريبا لمدة 10 دقائق. رح تلاحظ انه الفاصوليا نزلت السوائل تبعتها، فهلأ صار الوقت انه نضيف البندورة الفريش المعصورة ومنرجع ومنقلب. وبعدين رح نضيف لحمة الخروف بعد ما نكون سلقناها، وطريقة السلق موجودة على صفحتي، ومنقلب وبضيف كمان من مرقة اللحم. وبعدين منضيف رشة من السكر لتعادل من حموضة البندورة، ومنرجع ومنغطيها ومنتركها تقريبا لمدة 20 دقيقة أو لغاية ما تستوي عنا الفاصوليا منيح. بعد هيك رح نوزع الملح والفلفل الأسود والبهارات اللي مشكلة ومنقلب. وبعدين منغطيها ومنتركها على حرارة واطية لمدة 5 دقايق لغاية ما نجهز القطحة. فبمقلاية بدنا نضيف زيت الزيتون، وأول ما يحمى منضيف التومة المهروسة ومنقلبها. تقريبا بتاخذ معنا من دقيقتين لثلاثة، بس انتبهوا انها ما تنحرق. بعدين منضيف الكزبرة المفرومة الناعمة ومنقلبها بس لمدة 30 ثانية. وهيك قطحتنا صارت جاهزة، فمننقلها على الفاصوليا. ويا ويلي على الريحة شو بتشهي، فمنرفعها على النار ومنقدمها فورا مع الرز بالشعيرية. كل المكونات تحت الفيديو، فضروري انكم تجربوها لانها كتير طيبة وبتشهي.